بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت العادة على استخدام مصطلح endodontics على ما يسمى بالروت كانال تريتمنت فقط، ولكن اليوم أردت أن أشير إلى أن موضوع أو مفهوم endodontics هو مفهوم أوسع من ذلك بكثير. فنبدأ في البداية بالتحدث عن كل الأمور التي يغطيها مفهوم endodontics. النقطة الأولى كما تشاهدون هي عبارة عن التشخيص وتدبير آلام الفم والأسنان أو ما يسمى diagnosis and management of oral and dental pain. الشيء الثاني هو عبارة عن أيضا تشخيص وعلاج أمراض اللب والنسج حول السنية أو ما يسمى ب pulp and periodicular diseases أو pathosis كما اصطلحنا على تسميتها في كثير من المواضع. النقطة الثالثة أو ما تسمى pulp therapies أو المعالجات اللبية. المعالجات اللبية تتضمن vital pulp therapy، ومفهوم الفيتال بالب ثيرابي يضم ايضا تحته الكثير من الاجراءات او الدنتال بروسيجرز كمفهوم الاندايركت بالب كابينج، دايركت بالب كابينج، بالبوتومي، ابيكسوجينيسيس اند ابيكسيفيكيشن. طبعا التغطيه اللبيه غير المباشره، التغطيه اللبيه المباشره، بتر اللب، التولد او التخلق الذروي والتشكل الذروي. النقطة الرابعة وهي الجزئية من بين هذه الجزئيات الثلاثة عشر هي root canal treatment، وهي التي تتضمن علاج الأقنية الجذرية أو root canal system. النقطة الخامسة هي عبارة عن ما يسمى non-surgical retreatment of teeth that have undergone endodontic failure، أي إعادة المعالجة الغير جراحية للأسنان التي سبق وأن خضعت لروت كانال تريتمنت وحدث فيها فشل أو ما يسمى بالفيلير. أما النقطة السادسة فهي الترميم ما بعد الحشو أو ما يسمى post operation restoration، ومن ضمنها post and core. النقطة السابعة هي تبييض الأسنان أو ما يسمى bleaching of teeth. النقطة الثامنة أو الجزئية الثامنة التي يغطيها مفهوم endodontics traumatized teeth treatment for example replantation، أي إعادة زرع الأسنان، والمقصود إعادة زرع الأسنان المنخلعة أو ما تسمى a false tooth. هناك أيضا جزئية وهي المعالجات المتعلقة بالعمر مثل البيدياتريك اندو أي معالجة أسنان الأطفال لبيا، والجيرياتريك اندو أو معالجة أسنان المسنين أو الكهول أيضا معالجة لبية. ننتقل إلى النقطة العاشرة وهي المعالجات الجراحية في الاندو أو ما يسمى surgical endodontics أو المعالجات اللبية الجراحية، for example apsectomy أو قطع الذروة أو ما يصطلح البعض عليه بتسمية apicoectomy، هيمسكشن وهو العمل الجراحي سنشرحه أيضا بالمرات القادمة إن شاء الله، وهو عملية استئصال أحد الجذور مع التاج الموافق أو المرافق له. النقطة الحادية عشرة هي الريسيرش أوف النيور أوف النيور وات أوف النيور بايوكومباتيبل ماتيريالز، والريسيرش المتعلقة بالنيو تكنيكس طبعا في مجال الإندو. استخدام الماجنيفيكيشن في المعالجات الاندو ايضا هي جزئيه من جزئيات مفهوم الاندودونتكس. والمفهوم الاخير استخدام الوسائل المساعده مثل الليزر ان اندودونتكس اند اوزون ان اندودونتكس. طبعا هذا المقطع هو مدخل لمجموعه فيديوهات ساقوم بالعمل عليها ان شاء الله تباعا. طبعا هذا مرجع المحاضرة موجود في أعلى الشاشة.
سأحاول أن أستفيد منه حقيقة. هو موجود لدي كهارد كوبي، لذا سأقوم بعمل نسخ للصور والإشارة إلى أن هذه الصور مأخوذة من المرجع Short Textbook of Endodontics للحفاظ على حقوق الناشر. في المرات القادمة سنبحث في هذه النقاط التي ذكرتها اليوم بالتفصيل، وأتمنى أن أستطيع أن نكمل هذه السلسلة. أشكر لكم المتابعة، انتظروا الفيديوهات القادمة وادعوا أصدقائكم للمشاهدة، وأيضا نرجو منكم تحفيزهم لانتظار الفيديوهات القادمة حتى تكون السلسلة مفيدة لأكبر عدد ممكن. أشكركم المتابعة مرة أخرى، أستودعكم الله، السلام عليكم.